فهل نقبل هذه الأمور على علاتها؟ لا. فأنا بس أعطيكم مثل إنه التاريخ خذوا بحذر وتدبروا فيه وتفكروا فيه هذه طلاب التاريخ، وانتقدوه وعودوا إلى الماضي وفكروا كيف كانت الحالة في ذلك الزمان. في امن واستقرار، وانا اقول من يوطى على الجمر يختبره. سكتنا وخلينا التآويل للثرثار، يحسب ان راس المجد يبتاع في الكبرة، ولا نلتفت للدول لان الكبار كبار، ولان دفتر التاريخ بيدينا حبرة. لكن زادوا الكيلة وحن ما نكيل غبار، نجنب نحاس القول ونكيل من تبره، وإذا خفت النبرة مفادت عزمت الزار ويا الربط مع بعض العرب حدة النبرة. نحن أعنف من الشر في مركز الإعصار، وألطف من الأمواج في شاطئ الغبرة. والتصدي بعزم وقوة أعظم لكل من تسول له نفسه أن يتعدى على عماننا الحبيبة ومقدساتها وتراثها. واحنا حسامك سلنا الباتر المفنود، برينا التروس وكل عليا طرقناها، واحنا رجالك بس دام رفدتك كبود، وكاس الردى من باسنا قدر ويناها.